ضحكتهاني يا حرامي. ضحكتنا يا جمال. لو انا حرامي امال انت تبقى ايه؟ لا يا حبيبي، الفرق بيننا كبير. انت حيا الله راقبتني وعرفت مكان الفلوس فين ورحت خدتها زي الجبنه، لكن انا بدماغي دي عرفت اجيبك من سبع سما لسبع ارض. اللعبه كده مش شريفه. مشكلتك يا جمال ان انت هتعيش غبي وهتموت غبي، ومتخيل ان كل الناس غبيه وانت الوحيد اللي ذكي. انت مهما عملت يا هشام انا افضل اذكى منك، مش عشان سرقت شويه فلوس تبقى انت كسبت. اسمها استرديت حق اللي انت سرقته مني يا حرامي. طب احب اطمنك يا هشام، طول ما انا عايش على وش البسيطه انسى ان انت تقف على رجليك تاني. عارف ليه؟ ليه؟ عشان انت كنت في نعمه ما تستحقهاش. تمام، وانت بقى اللي بتقرر مين اللي يستحق النعمه ومين اللي ما يستحقهاش. في الدنيا دي اللي ليه حق لازم ياخده بدراعه، وانا مديت ايدي وخدت حقي وعلى جثتي ان حد ياخده مني تاني. طب اقعد يا جمال. اه اهدى بقى على رزقك وكله باوان. وانت لسه شفت حاجه؟ انت ما حرمتش يا هشام، ما تتحدانيش. اتحدى ايه يا جمال؟ اتحدى واحد ميت خلاص هانت ايامه هيتحكم عليه. انت نصبت نفسك قاضي وكمان حكمت عليا. مش انا اللي حكمت عليك، ده اللي هيحكم عليك بالاعدام. يا زباله اوعى اوعى يا زباله اوعى. انت جبت الفيديو ده منين؟ روحك بقت في ايدي يا جمال. هشام لا يا حبيبي، الموضوع ده مفيش هزار، دي رقبتي تروح فيها يا اخويا. بعدين انا ما كانش قصدي، انت ما تعرفش انا عملت كده ليه، مع اني ما عملتش كده، انا كنت بحمي سيف. هي كانت عايزه توقع اخويا. صدقني يا هشام، بص 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 هقول لك حاجه يا هشام. قول يا حبيبي. انا ارجع لك كل حاجه. والله؟ الفلوس والعربيه والفيلا والشركه والمحلات، اللي انت عايزه يا هشام خده يا هشام، بس امسح الفيديو ده. عيب يا هشام، ده احنا اخوات والاخوات مالهمش غير بعض. شكلك عسل وانت ناخخ قوي يا جمال. حبيب اخويا. بص يا هشام، انا كنت عايز شوية من الفلوس، شوية من العز اللي انت فيه، ما هو ده برضه بسبب المحل. جزء من حقي. أيوة. وخلاص يا سيدي، اللي انت عايزه خده. بس امسح الفيديو عشان، وتعالى نرجع زي زمان. ده احنا في الاخر اخوات. طبعا. طب اخونا اللي محبوس ظلم ده نعمل فيه ايه؟ يعني انت على الاقل اخونا الكبير، مش انت اولى؟ سيف؟ لا لا، سيف سيف ده قلبه ابيض. طيب، الدنيا دي مش بتاعت طيبين يا هشام، ده يبقى عصفور في الجنة. طب وانت ليه ما تبقاش تنين في جهنم؟ عايز ابقى تنين في جهنم؟ انت تعبان يا جمال، تعبان وترقيت بقيت تنين، عايز ايه تاني؟ ده اخر كلام عندك يا هشام؟ حبيبي يا جيمي، اطلع بره. طالما خيرتني بينك وبين عمري يبقى عمرك يا هشام. واتش إت.